نعمل تورتة السويسرول. عندي 5 أبيض بيض و5 أصفر بيض، يعني 5 بيضات مفصولين، خلاص. ربع كوباية من السكر وكوباية من السكر، الربع لوحده والكوباية لوحدها. كوباية وربع من الدقيق، ربع كوباية من النشا، ربع كوباية من اللبن، ربع معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من الفانيليا السائلة، وبس. هنحتاج طبعا كريمة مخفوقة وشوية مربة فراولة كده، وفراولة كمان علشان نزين بيها في الآخر. يلا بينا. بصوا بقى، قبل أي حاجة، قبل ما اشتغل في أي حاجة، أنا عندي 5 بيضات فصلنا الصفار عن البياض. الصفار عادي لما يبقى يجي معاه نقطة بياض عادي، نقطة مية، مفيش مشكلة. البياض لو جه فيه نقطة صفار سيبيه، ما تعمليش الوصفة. لو اتشقلبنا كده ورحنا فوق وتحت مش هيتحول معاكي المرنج. أنا قبل ما أبدأ في ضرب البياض هجيب منديل. أنا عارفة إن البولة بتاعتي نظيفة وكل حاجة، بس أنتوا في البيت هتعملوا كده. هنضف البولة بتاعتي كويس قوي، هنزل بالبياض، خلاص، وربع معلقة صغيرة من الملح، تمام. هجيب بولة تانية، انا هحط العجان، سوري، البولة كده في العجان اهو، ماشية معاكم خطوة بخطوة. البولة التانية هنزل بيها بقى في بايه بقى؟ بصوا بقى، 5 صفار بيض، بسم الله اهو، السكر، كوباية سكر، وايه تاني، وفانيليا، وهنزل برضو بمعلقه من الخل الابيض، ده خل، تمام. انا هعمل ايه دلوقتي في الفاصل؟ هشغل العجان على البياض البيض وهو بيتضرب. عندي ربع كوبايه من السكر هنزل بيه واحده واحده، شويه بشويه، مش كله مره واحده. وبالمضرب التاني، مضرب الكهرباء العادي، هضرب الصفار مع السكر، كوبايه السكر والفانيليا ومعلقه الخل. بياض زي ما انتم شفتوا كده، انا هوريه لكم دلوقتي. وضربت الصفار مع، هقولها لكم تاني، 5 صفار بيض مع كوبايه من السكر وفانيليا وخل. عندي ربع كوبايه لبن هنزل بيها وهضرب، هدي ضربه. تمام كده. طيب بصوا بقى، احنا عايزين كده ايه بقى، السباتولا بتاعتنا، الدقيق والنشا لازم يتنخلوا، تمام. هنزل بالدقيق اهو بالشكل ده، والنشا، وهروح اجيب ايه بقى، رشة ملح. طيب اجيب رشة ملح اهو، المقادير اهي يا جماعة على الشاشة لو تصوروها، وسايبينها اهو. شفتوا، تقولوا بقى بتشيلوها بسرعة، اهو اهي موجودة. يلا بصوا بقى، انا بقلب كده المواد الجافه، هعمل ايه؟ هاخد المواد الجافه وانزل بيها وهضرب بالمضرب، بسم الله. ندي بس كده ايه، ضربه كده علشان الدنيا ما تتبهدلش معانا كده بالدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم. البولة بتاعتنا دي ورا، تعالوا بينا بقى نشوف. عايزة اوريكم المرنج او بياض البيض، بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله. بصوا كده معايا، شايفين؟ هو ده القوام اللي انا عايزاه في بياض البيض. لو نقطه صفار وانتي بتفصلي البيض وقعت منك، بلاش تخسري المكونات وتعمليه، خلاص سيبيه في التلاجه بقى تعملي بيه اي حاجه. ومعلش ال 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 البياض البيض كده، المرنج عموما كده، خلاص. طيب دي حته بس اهو، تمام. ها بصوا بقى، في كده حاجات على الجوانب انا شايفاها مش عجباني، بقلبها اهو. انا بقى دلوقتي هخلط كل المكونات مع بعض، تمام. المرنج عندي خفيف قوي والقوام ده تقيل قوي، الاتنين عكس بعض. لو انتوا لاحظتوا ان انا اللي طريقه السويسرول دي ما فيهاش اي مواد رافعه، امال هو هيترفع معايا ازاي من الضرب اللي احنا ضربناه ده؟ تمام. انا هعمل ايه علشان عايزه انعم معايا الخليط ده شويه؟ هاخد حته مرنجايه كده، حته تانية، وعايزه كده ايه انعم بيها الخليط. يعني نور بتقولي نضربه بالمضرب ولا لا؟ يفضل لا ما نضربش، مش عايزين يعني المضرب تاني، علشان ايه؟ انا ممكن اقول لكم اضربوه نص دقيقه، بس انا خايفه ان انتوا تعلوا السرعه هتضيعوا كل حاجه احنا عملناها. طيب طريقه الخلط ازاي؟ هاخد قطعه مرنج، وبالسباتولا هاخد من نص البوله، بصوا من نص البوله ولتحت، من نص البوله ولتحت اهو. بس انا عايزه يعني ايه، معلش انا هشوف بس سباتولا تانية، لان دي ناعمه قوي طريه بتروح وتيجي معايا بصراحه. عايزه حاجه كده انشف معايا شويه. بصوا بقى من نص البوله وانزل اهو بالشكل ده بالراحه، مش عايزين نضيع كل حاجه احنا عملناها، خلاص اهو. لو انتوا سامعين اصلا صوت العجينه مليانه هواء اهو كده. من نص العجينه ومن تحت لفوق، يبقى مقادير بسيطه جدا. عندي 5 بيضات فصلنا، فصلنا الصفار عن البياض، خلاص. ضربنا البياض مع ربع معلقه صغيره من الملح وربع كوبايه سكر، تمام. الصفار ضربناه مع كوبايه سكر وفانيليا وخل، زي ما انتوا شفتوا القوام كده اللي احنا وصلنا له. بعد كده جهزنا المكونات الجافه، عباره عن ايه؟ كوبايه وربع من الدقيق وربع كوبايه من النشا، وشكرا. انت بقى ممكن تبقي عامله كل حاجه صح وتيجي للخطوه دي خلقك يضيق كده، لا 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 هاتي بقى ويسك وبتاع وقلبي، هتضيع كل حاجه احنا عملناها اهو. واحده واحده. انت كمان على فكره يا جماعه احنا في البيت بنبقى رايقين عن كده، مش ورانا حاجه اهو. اهم حاجة بقى هاتي، يعني انا عايزة اتأكد ان تحت، لان ايه احيانا بنلاقي ان الدقيق بيترسب تحت. الفكرة في ايه؟ ان احنا لما نزلنا بخليط الدقيق هو بيبقى تقيل على الخليط الفومي ده، فبينزل لقاعدة البولة. فانا بتأكد قوي اهو، بس يلا بينا. بس كده هعمل ايه بقى؟ هجيب الصاج بتاعي، يلا بينا. نجيب الصاج بتاعنا ونجيب المقص، يا شباب مفيش مقص؟
يعني عايزه اعمل لكم بس معلش حركه كده حلوه. انتوا يعني والله انتوا انتوا بتلعبوا معايا صح؟ طيب انا كنت عايزه المقص عشان كنت عايزه اوريكم حاجه، بس خلاص مش هينفع. يلا بينا. بصوا بقى، حطيت ورق الزبده كده، هعمل لكم حاجه ظريفه قوي، ممكن نبص كده عليها. يلا هاجي من عند بوس كل ورقه وادي قطعه اهو، والناحيه الثانيه وادي قطعه زي ما احنا كده. انا مش هحرك الصاج اهو. تمام، هعمل ايه بقى؟ هاخد ورق الزبده ده، بسم الله، وسكنه كده في الصاج بتاعي اهو. بصوا شايفين بقى القطعه اللي احنا عملناها في البوز دي، سكنت لي ورق الزبده اهو. دي بس عايزه تتقطع تاني اهو. بصوا شايفين القفلتين دول بيجوا على بعض. مش هدهن، مش هدهن ولا اي حاجه. وطبعا هنستخدم ورق زبده نوع حلو. في ورق زبده يا الاء بيلزق فيه؟ فيه، بس الافضل ان احنا ما ندهنش. خلاص السويسرول ما بيدهنش. يلا بينا ننزل بالعجينه، بسم الله. عايزه اقول لكم على معلومه تانية مهمه جدا، السكر. انا استخدمت سكر عادي صح؟ في انواع سكر بتبقى خشنه وناشفه، مش هتدي معاكي نتيجه حلوه. تمام، مهما تفضلي تضربي فيها مش هتدوب معاكي. سكر عادي، لكن سكر ابيض يكون ناعم، مش سكر باودر. يلا بينا كده. انا حطيت الخليط، بسم الله. هبدا بقى ان انا اوزعه كده بالشكل ده، شايفين؟ لازم توزعيه بحاجه، الخليط بيكون تقيل، لازم كده بعامل مساعد اهو بالشكل ده. انا مسخنه الفرن 180، 10 دقائق، 12 دقيقه، حسب الفرن بتاعك. اهو، لا ما انا قلت 10 دقائق ل 12 دقيقه حسب الفرن بتاعك اهو بالشكل ده. بس كده لكم على حاجه علشان تعرفوا ان هو متساوي ولا لا. انا بعمل كده وانتوا حاطين الصاج على الرخامه كده، ميلوا كده بجد. بس لما تميلوا هتشوفوا السطح متساوي ولا لا. بس هو متساوي عندي اهو. دي طريقه كده على فكره حلوه قوي علشان تعرفوا السطح. مش عايزين حته اعلى من الثانيه، ليه؟ لان هو الشكل اللي هيدخل فيه هو هو ده الشكل اللي هيطلع بيه. اهو شايفين متساوي ازاي؟ شايفين انه لو انا دخلت الصاج بالنقطه دي هتطلع كده اهي زي ما هي اهي. بس يلا بينا. حاضر، انا بس هبص كده بص على الفرن. انا عايزه الشبكه تكون في النص. هاخد كده. لا والله حاجه يعني حاجه تفرح اهو. انا بس معلش، امال ايه؟ طيب معلش يا جماعه، انا بس بحط الشبكه في النص. يا ساتر، اخيرا بتخانق مع شبكة الفرن، بتخانق. أنا دلوقتي هعمل إيه؟ هاخد الصاج ده أدخله الفرن 180، 10 دقايق، 12 دقيقة، يعني حسب الفرن. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الفرن شغال من تحت بس. طب ندخله الفرن اللي فوق يا جماعة؟ لا أنا الفرن، أنا عشان ده أنا خلاص بقى قفشت معاه أصلاً. اهو
بس كده. يلا بينا، انا ليه عايزه اقفل بسرعه علشان مش عايزه الفرن يبرد معايا. 180 الفرن شغال من تحت. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وهو السويسرول سخن كده، الطبقه اللي هي اللي فوق دي اللي انتوا بتشتكوا منها، مش بتحبوا الطبقه اللي فوق دي اللي هي القشره اللي فوق. هنعمل ايه؟ هجيب ورق زبده، خلاص، واحطه كده بالشكل ده. بصوا 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 يا استاذ حمدي، ما شاء الله ما شاء الله، هشاشه السنين ما شاء الله. خلاص يلا بينا، يلا بينا، يلا اخدها كده بسم الله بالراحه. اوبا ماشي خلاص بالراحه بقى، خالص خالص بالراحه بالراحه خالص. واشيل ورق الزبده ليه بقى كمان؟ هي سخنه، ما انا مش قادره استنى. بس عايزه اوريها لكم بس بالراحه خالص، ايد بتشيل كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا ايد بتشيل اهي، وانا سانده بالراحه كده. بصوا ما شاء الله ما شاء الله، واحده واحده، ما دهنتش ورق الزبده ولا اي حاجه اهي، ما شاء الله. بصوا عملتها قدامكم اهو، ولا ما شاء الله ولا اي حاجه. بصوا شايفين الصحن العظام، بس يشوفوها ما شاء الله بتتني اهو، سويسرول عادي ولا بتتقطع، ورغم ان هي سخنه كمان. طيب انا ليه حطيت الورق الزبده ده تحت؟ عارفين كده اللي احنا بنقول عليها ايه، الكيك بتاعنا هيعرق كده على ورق الزبده لما تسيبيها شويه، بعد نص ساعه تلاقي ان الطبقه دي كلها اتشالت. خلاص انا مش عايزه الصاج ده. طب الكريمه فين؟ طب يا جماعه، طيب انا عايزه اقول لكم على طريقه تانية اسهل، لو في حاجه طويله كده احط فيها البايبنج باج، ايه رايكم؟ ازاي؟ هي حلوه بس هي ظريفه يعني، بس طب ثواني يا استاذ حمدي، ثواني يا استاذ حمدي. بصوا انا بحط الكريمه هنا اهو اهو. طيب هنعمل ايه؟ عايزه سكينه، وعايزه معلقه، عايزه اقيس السويسرول ده نفس المقاس بالصباع مثلا، او لو عندك مسطره ماشي. بصوا كده مثلا، انا عايزه اشيل الحروف الاول، مش عايزه الحروف دي. وبالمره برضو ايه، تشوفوا السويسرول من جوه عامل ازاي. بصوا ما شاء الله اهو، مثلا كده تقريبا يعني اهو بالشكل ده بالظبط. واحد اتنين تلاتة، بصوا بقى اهو بالشكل ده، شوية مربى، مش محتاج ان هي تتسقي بأي حاجة اهو، شوية مربى كده. وهنزل بالكريمة، بس عايزين اللي هي الحاجة اللي احنا نفرد بيها الكريمة. ايوه خلاص، طبعا لو بايبنج باك اكبر شويه يعني ايه، الدنيا برضو هتبقى اسهل بالنسبه لنا. نعم ده حقيقي، حاضر عينيا. بصوا بقى كده، طبعا انا عايزه شكل عشوائي، انا هفرد الكريمه
ماشي ماشي اهو. كده انا برضو ليا حاجات كده غريبة الشكل والله. اهو حاجة مش مشجعة كمان. حاضر حاضر، انا كده بعد ما فردت الكريمة اهو تمام، هحط كده معلش شوية كريمة تاني، هوريكو كده حاجة كده وانا بلفها، وهلفها اكمل الباقي في الفاصل. بس كنا عايزين حاجة كده اللي هنحط عليها اهو بالشكل ده. يلا بصوا بقى انا هعمل ايه دلوقتي. انا مقطعة اصلا السويس رول تحت، بصوا انا هدي لفه كده اهو اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ايوه ده حقيقي فعلا. خلاص معلش معلش يا استاذ حمدي، قبل ما نروح لفاصل انا هاخد الطبقه دي شايفين، ومن عند الحرف بتاع الطبقه الاولى، بصوا ماشي من عند الحرف بتاع الطبقة الأولى أهو، وهلف خلاص تمام. دي يا جماعة اللي احنا عملناها في أول الحلقة أهي، شغالين بيها ما شاء الله زي الفل تمام. من عند الحرف الثالث، بصوا الحرف الثالث، وبحط أهو ما شاء الله، يعني مش قادرة أقول لكم الهشاشة. بصوا من عند الحرف بتاع الطبقة اللي قبلها وهلف وهكذا اهو. بصوا اخر حرف طبعا عايزينها تبقى اكبر، هتقطعوا الكيكة دي او التورتاية دي لأقل من كده، فهتعد معاكم طبقات اكتر بس كده ماشي. بعد ما شفتوا يا جماعة عملنا ما شاء الله، يعني الحمد لله عملنا السويسرول وطلع معانا، شفتوا الموضوع بسيط ازاي؟ شوية حاجات كده بس ناخد بالنا منها والله هتبقى جامدة. بصوا بقى الحاجة يعني تطلع حلوة. بص انتي والله عايزة تسيبيها كده، ايه رأيكم يا جماعة اسيبها كده الحواف ولا احطها احط عليها كريمة؟ طيب ماشي ممكن كده ايه كده مثلا، طبعا هي الستاند بس ليه سور، فايه انا مش شايفه بصراحه بصراحه يعني، خليكم واصين كده عشان ايه. ماشي طيب هاجي كده هعمل هنا ايه حاجات كده، اي اشكال هي كده كده هتتغطى كده كده هتتغطى. تمام ونعمل ايه بقى؟ ويا سلام بقى لو عندك ورق نعناع، يا خبر ابيض كان هيدي شكل حلو قوي. وخلوا يا جماعه الفراوله بطريقه عشوائيه تمام، بيبقى شكلها اظرف كده. عينيا عينيا. ممكن بقى الفراغات دي بقى ايه بقى مثلا نقط كده فيها اهو مثلا يعني. طبعا طبعا لازم ان هي تتشال في التلاجة قبل ما تتقطع، قبل ما تتقطع نحطها في التلاجة. حاضر كده بطريقة عشوائية كده اهو. ممكن نحكي كده تمام كده. انا بس معلش انا كنت بزين الجوانب انا مش شايفاهم بصراحه،
انا مش عارفه الجنب ده احلى ولا لا. ان هي تتشال في الثلاجه اهو علشان لما تيجي تتقطع معانا كويس. هقطعها لكم وهي طريه عشان برضو تشوفوا شكلها.